مؤلفين الشباب الأقل من 35 سنة. السيدة وزيرة الثقافة والفنون دكتورة سوريا مولود. محمد العربي زبيري. إذا التكريم أيضا له في هذا الافنون الدكتورة سوريا مولودي وسعادة سفير دولة رئيس المجلس الأعلى للشباب. عاود نطلب من صالون الجزائر الدولي للكتاب وبالرعاية السامية والخاصة التي أولاها السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لهذا الموعد ووفق توجيهاته الرشيدة دأب على بذل الجهد من أجل أن يكون مركز إشعاع حقيقي وطنيا ودوليا، وعليه فإننا نحرص في هذه الفعاليات الكبرى على أن يكون البرنامج الثقافي متنوعا وثريا ومواكبا للحياة الثقافية الوطنية والعربية والدولية، مع كل التقدير للقامات الكبيرة التي يكرمها الصالون دون أن نغفل رفع واجب الوفاء للأعلام الوازنة من الكتاب الكبار الذين رحلوا عنا. ساهمت إرادة القيادتين على امتداد عقود في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتقارب بين الشعبين وبناء جسر متين للتعاون الثقافي، مما خلق فرصا واسعة للتواصل وتبادل التجارب لتنمية حركة الإبداع في جميع مجالات الفنون والآداب والفكر.